ممكن اعرف اسمك ايه؟ هلا. لا حبيبي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هعيد عليك السؤال مره تانية. اوكي، ممكن اعرف اسمك ايه؟ عبد الرحمن. لا، والحركات الغريبة دي، لا انا هسيبك شوية حسين ولما تفوق هرجع لك. اوكي استنيني حبيبي. صديقتي جنى، ممكن اعرف نفسك في ايه؟ فلوس كتير. ما شاء الله، فهمت الدنيا بدري يا حبيبتي. طيب نسأل الشباب، يمكن يكون عندهم رأي تاني. الله اكبر، ربنا يحفظكم. صديقتي من انت؟ حلا. اخيرا، انها حلا الحقيقية يا جماعة، ورد رد معقول. طيب حلا، ايه اكلتك المفضلة؟ الجلطة. ودي بتتاكل ازاي دي؟ حسين حبيبي، انت اندمجت في الاكل ليه؟ الموضوع مش مبهج قوي للدرجات دي. طيب والضفدع ده بتاكليه مشوي ولا مقلي يا حلا؟ مشوي. ويا ترى ليه مشوي؟ عشان يكون فحم. بالهنا والشفا يا حبيبي. طيب صديقتي جنى، لو كان في البيت في صرصار وشفتوه، يعني مين اول واحد بيجري؟ بابا. حقيقي الكلام ده؟ فعلا. طب يا رب بابا ما يشوفش الكلام ده. عادي. حلا، انت عارفه مين بيكلمك؟ معرفش. طب حسين، انت عارف انا مين؟ قولي. ايه ايه ده، ايه اللماضه دي؟ خلاص احنا نرجع الفيديو من الاول. ممكن اعرف اسمك ايه؟ انا اسمي حسين. اسمي ادم. حلا. يحيى محمد الصفتي. زين. جنى مصطفى عبد الغفار. اسمي عبد الرحمن ايهاب. عندك كم سنة؟ عندي 8 سنين. عندي 8. 8. 8 سنين. 8 سنين. 6 سنين. عندي 7 ونص. ايه اكتر اكلة بتحبها؟ البيتزا والرز بالملوخية. انا اكتر اكلة بحبها البطاطس والفراخ. المكرونة بالوايت صوص. البيتزا. مكرونة بالبشاميل. مكرونة بالبشاميل. نفسك تطلع ايه في المستقبل؟ مهندس. مصممة جرافيك مشهورة، وبحب الغنى والتمثيل. عايزة اطلع مخترعة. مدرسة. مهندسة. ضابط جيش زي قائد منسي يحمي بلد. مدرس. ليه اخترت التمثيل في مهرجان المواهب؟ انا اخترت التمثيل علشان ممتع جدا وانا بحبه قوي، وكنت بعمل مسرحيات كتير جدا مع اصحابي في المدرسة. عشان انا بحب مستر محمود، وكمان انا بحب التمثيل. انا بحب التمثيل، وقبل كده مثلت مع مستر محمود. عشان شايف نفسي ان اقدر امثل، وبحب مستر محمود وبحب التمثيل. مواهب. عشان انا بحب التمثيل. عشان بحب الاغنية. عشان خرج موهبتي الحقيقية. احنا مش بتاع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ما يتكسرش، وكل ضربة يجيب سداد. ما انتي حي ما يتنسيش، بعد ارض خلاص ما فيش، ما انتي 100 مليون يموتوا والبلاد ما تنحنيش. احنا مش بتاع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا زخر ما يتكسرش، وكل ضربة يجيب زباد. ما انتي حي ما يتنسيش، بعد ارض خلاص ما فيش، ما انتي 100 مليون يموت والبلاد ما تنحنيش. مش مهم شتغل، مهم شهر، ودي ما تلزمكش. العيال دي ما تخشش الكمين، وعلى هادي يا رجال، كل واحد سلاحه في ايده والاخر طلق. والله اكبر يا رجال، والله اكبر يا رجال، والله اكبر يا رجال. لا بعد ولا برضى، ولا شيء في يومنا.
واكل موزه سوداني ولب واصنع دب وانزل ادب علشان جسمي